يقول في يوم من الأيام كنت حاجا، يقول وأنا في الحج كنت يعني فقيرا ما عندي شيء، يعني يلا يلا الواحد عنده زاد حق الحج بس. يقول وجدت عقدا في خيط أحمر من لؤلؤ، عقد من لآلئ في خيط أحمر يعني ثمنه الواحد يستغني فيه، وجدته يقول فأخذت أبحث عن صاحبه في الحج، حج وين يلقى صاحبه؟ يقول حتى قيل لي أن هناك شيخ كبير يبحث عن عقد له، شايب مسكين عنده هذا العقد. يقول فذهبت إليه قلت ألك عقد؟ قال نعم. ضاع؟ قال نعم. ما وصفه؟ قال كذا وكذا. قال تفضل هذا عقدك، وكنت أبحث عنك في الحج. شوف وين الأمانة. ها اليوم الناس تتحدث عن الأمانة في بعض دول الغرب وتسأل عنها في بعض بلاد المسلمين، ترى كان سلفنا الأول الأمانة عندهم خط أحمر. يقول وانتهى الحج فذهبت إلى بيت المقدس، ثم مررت على الشام قبل عودتي إلى بلدي. يقول فوصلت إلى مسجد في حلب وصليت فيه في وقت برد شديد. يقول وكنت جائعا في ذلك الوقت، كنت فقيرا جائعا لا مسكن لا مأوى، وجدت مسجدا فنمت فيه. يقول وفي الفجر رآني الناس ما شاء الله صاحب علم ودين، فأمروني أن أصلي بهم، قالوا فإن الشيخ الإمام قد توفي فصلي بنا. يقول فأخذت أصلي بهم، أمروني أن أصلي بهم أياما طويلة، فأخذت أصلي بهم، قالوا إمام المسجد مات وما عندنا أحد، صلي فينا. يقول أبو عقيل فأخذت أصلي بهم أياما، فقالوا لي يوما هذا الشيخ خلف بنتا، فلو أنك تزوجتها ومكثت معنا. قال لا بأس، أنا ما عندي شيء أصلا، أتزوج أتزوج لكن ما عندي. قالوا هي الحمد لله ميسورة الحال وعندها دار ولوحدها، تزوجها واجلس عندها وصلي بنا الصلاة. قلت لا بأس. قبلت البنت والرجل ودخل عليها وتزوجها. يقول وفي يوم من الأيام رأى ذلك العقد، فقلت يا سبحان الله من أين جئت بهذا العقد؟ قالت هذا العقد لي. قال كيف لك؟ يقول فأخبرتها القصة أنني وجدته في الحج وأعطيته شيخا كبيرا، فلما أخبرتها الخبر قالت إن الشيخ والدي وهو الذي توفي، هو إمام المسجد أصلا. تقول وكان أبي يدعو يقول اللهم زوج ابنتي رجلا مثل ذلك الذي أرجع العقد إلي. تقول كان يتحدث عن أمانتك وكان يدعو الله أن أتزوج رجلا مثلك، وما علم أبي أن الله سيزوجني إياك. إنها الأمانة، وما أدراك ما الأمانة. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها يا رب العالمين.